الاهلي. وكمان رجع لنا على التليفون دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك، معلش كان في مشكله في الاتصال في المره الاولى. ما فيش مشكله كريم، على حضرتك. اهلا بيك يا دكتور، ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ كله تمام جدا الحمد لله. دلوقتي عايزين حضرتك تطمنا بقى على الوضع وحاله الطقس ان شاء الله خلال الكام يوم الجايين، وخصوصا يوم الجمعه ان شاء الله عشان ماتش مصر والسنغال. وان شاء الله ال 48 ساعه الجايه ما زال فيها الطقس يكون بارد في فترات النهار وشديد البروده في فترات النهار. يوم الجمعه ان شاء الله هتقل كميات السحب وتقل فرص هبوط الامطار الموجوده حاليا على السواحل الشماليه ومناطق الوجه البحري واللي فيها فرصه على مناطق من القاهره. امطار خفيفه على مناطق متفرقه من القاهره النهارده بنرفع امطار خفيفه، لكن ان شاء الله يوم الجمعه في اي فرص لسقوط امطار في الوجه البحري والبحيره الكبرى، ايضا السواحل الشماليه اللي فيها كميات هم كميات الامطار كتير. ولكن فترات النهار في نشاط للرياح قد يزود شويه من انخفاض درجه الحراره، فارتداء الملابس الشتويه لسه معانا لغايه يوم الجمعه بشكل كبير. ده اللي كان حاصل عموما اليومين ثلاثه اللي فاتوا، برضو كلنا خدنا بالنا ان في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره واللي زود الشعور بده فعلا يعني حركة أو نشاط الرياح، فهل ده برضو متوقع الاستمرار في التقلب، ولا اللي احنا بنشهده ده خلاص بقى دي يعني ايه نهايات موسم الشتاء؟ هو نهاية تعتبر موسم الشتاء، وده يعني أجواء متقلبة وانخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع ليس من الجمعة. فطبعا اللي بيتفرج على المباراة سواء في الاستاد أو في السفريات بره يكون ملتزم بارتداء مسؤولية ثقيلة طبعا عشان تحقق تزايد درجة. لكن ان شاء الله مع بدايات الاسبوع القادم هتبدا درجات الحراره ترتفع نسبي في المدارس. تمام. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر يا دكتور على وجودك معانا في حلقتنا النهارده، شكرا جزيلا.